إذن حول الهجمات الإيرانية على أربيل وصراع الأمريكي الإيراني واتخاذهم الأراضي العراقية ساحة لتصفية الحسابات، ينضم إلينا عبر سكايب من كوبنهاجن الكاتب والباحث السياسي عبد الله سلمان. أستاذ عبد الله، مرحبا بكم. يعني لا تزال إيران من خلال ميليشياتها في العراق تهدد المصالح الأمريكية في العراق. موقع ميدل إيست آي البريطاني وصف العراق بأنه أصبح ساحة القتال المفضلة للجانبين من قبل طهران وواشنطن. كيف يمكن قراءة ذلك أستاذ عبد الله؟ تحية لحضرتك ولمشاهديكم الأكارم. حياك الله. هذه القراءة حقيقة قراءة واقعية وصحيحة ومطابقة لما هو وضع العراق، لأنه العراق وضع استراتيجي مهم جداً في المنطقة، وبالتالي تم احتلالها من أمريكا، ووضعت أمريكا أركان السياسة العراقية الحديثة ولها حصة في النفوذ السياسي الذي تقاسمته مع إيران بالاتفاق تسليم السياسة الداخلية إلى إيران والاقتصاد وما شابه ذلك والسياسة الخارجية للعراق إلى أمريكا، إلا أن إيران اتخذت من العراق موقع آخر لحسابات استراتيجية لها في المنطقة، العبور إلى سوريا وتنفيذ مشاريعها الأخرى التوسعية. فبالتالي أصبح العراق يعني تمتلك إيران فيه أدوات أكثر قوة من أمريكا في المنطقة، والصراع ما يجري في أمريكا بين أمريكا وإيران هو صراع على ملفات ليست العراق طرفا فيها، إلا أن الطرفين يمارسان عمليات الضغط لتضعيف نفوذ الآخرين. والصراع ما بين أمريكا وإيران في العراق ليس صراع وجود أحدهما، إنما صراع على تقاسم النفوذ فيما بينهم حسب الاتفاق الذي أبرم فيما بينهم، وبالتالي هو الساحة المفضلة فعلا لصراع فيما بينهم، لأن الطرفان مثل ما تفضل تقريركم لا يرغبان ولا يريدان التماس المباشر، لأن ذلك سيؤدي إلى صدام غير محسوب استراتيجيا للطرفين. الطرفين لهم علاقات واسعة ليست بحسبان الصدام المباشر نهائيا، وإنما عملية ضغط والاستحواذ على نفوذ لطرف على حساب آخر وليس صراع مباشر بينهم. أستاذ عبد الله، رغم تحول العراق لساحة لتصفية الحسابات، لكن بايدن ما زال ينتهج سياسة الباب المفتوح مع إيران. ظهر ذلك جليا طبعا في مفاوضات الملف النووي. هل بعد كل هذه الاستهدافات سيستمر بايدن في تلك السياسات خاصة مع إيران والميليشيات؟ الإدارة الأمريكية بقيادة اليمين المتطرف في الحزب الديمقراطي له استراتيجية ثابتة، هو سياسة تبني سياسة الحوار المفتوح مع إيران، وهذه السياسة لم يتم مراجعتها رغم كل التحديات التي تحدث في المنطقة، تحديات أمنية وعسكرية واعتداءات إيرانية على منشآت أمريكية وغير ذلك. لكنه اليمين الذي قاد أوباما بداية هو الذي يمارس هذه العملية، فالحوار المفتوح ثابت واستراتيجي وتقاسم نفوذ ما بين أمريكا وإيران. وأذكر أن أوباما كان يحقد على العرب بشكل مباشر، وهذا ما قاله نصا روبن روس اللي هو كان مستشار الأول لأوباما، قال نصا إن أوباما يعشق إيران وتاريخها الحضاري ويكره العرب إلى حد العمى. فبالتالي هذه استراتيجية ورثها بايدن، فلا هناك مؤشر على أن يغير بايدن هذه السياسة وتبقى سياسة الباب المفتوح، لأنهم يريدون من إيران دور أكبر مما هو يتصور البعض، أنه هو خلافات ما بين إيران على مناطق على بعض الأمور السياسية الظاهرة، ولكن هو المشروع الإيراني الأمريكي في المنطقة، لحسابات إيران أن تلعب دور في تفتيت المنطقة وخلق الفوضى الدائمة فيها. لكن أستاذ عبد الله، تصريحات قائد قوات التحالف بأن قوات الأمن العراقية ساعدت بمنع هجمات من الميليشيات الموالية لإيران ضد قواته الموجودة على الأراضي العراقية، هذه الأوامر جاءت من قبل السوداني، كيف يمكن فهم ذلك؟
الأوامر تأتي تنسيقا مع أطراف الإطار، ونحن نعرف أنه كل أطراف العملية السياسية الثلاث اللي هم الأكراد وجماعة تقدم وعزم وجماعة الإطار كلهم متفقين على الوجود الأمريكي، لأنه فيها مصالحهم الشخصية وبناء نظامه السياسي. إذا خرجت أمريكا هذا النظام السياسي وهذه الترتيبة التوافقية احتمال ستنتهي، فبالتالي الجميع متوافق. ولكن وحتى داخل الإطار الأغلبية في الإطار ترغب في وجود أمريكي، ولكن التنسيق مع بعض أطراف الإطار لأنه بأوامر إيراني وبضغط إيراني أن يقوموا بعمل معين ضد القوات الأمريكية، فبالتالي هذه الإشارة التي يقوم بها أو منع حسب ما ورد في التقرير أو تصريحات قوات التحالف أنه نعم. السوداني منع ذلك، فهذا معناته التنسيق فيما بينهم لمنع بعض الهجمات والسماح لمسائل أخرى، لأنهم بالتفصيل يعرفون أي الأهداف ضربت ومن ضربه، وبالتفصيل الأكثر يعني بالأسماء والأشخاص والأعداد والمقرات، كل هذه يعرفها الإطار، وبالتالي الإطار هو الذي يسمح للسوداني، لأنه لا يستطيع السوداني مخالفة الإطار بهذا الشكل الصريح أن يخبر أو يمنع مسائل يريدها الإطار. أستاذ عبد الله، في تقرير لمعهد شاتام هاوس يقول إن حكومة الإطار التنسيقي منقسمة فيما بينها، هناك ميليشيات تريد مهادنة الولايات المتحدة، هناك ميليشيات تلعب دور ما يسمى بالمقاومة، هل هو اتفاق أم خلافات داخلية؟ لا يمكن وجود الخلافات الداخلية إلا إذا على المصالح الشخصية الحزبية الضيقة فيما بينهم، أما في الإطار العام هو اتفاق ومنسق، والتنسيق يأتي من إيران وليس من داخل الإطار نفسه. كل مجموعة تلعب دور معين، وبالتالي الإطار هو الذي يحدد هذه الأطراف، وبدليل أنه كل الأطراف التي تختلف معها والتي تقوم أو تدعي المقاومة وتقوم بعمليات هنا وهناك، مواردها المالية والأمنية والاستخبارية كلها من الحكومة مباشرة وضمن إطار الحشد، وبالتالي الحشد هو المؤسسة الرسمية الأمنية كما هو يعني موجود في الحكومة علنا، وأمريكا تعرف ذلك، وبالتالي هو التنسيق وليس هناك خلاف فيما بينهم. وهذه أيضا يعتمد إلى مسألة أخرى بعيدة المدى، ألا هي القناعات الفكرية هي الباطنية في تفكير جماعة الإطار في الحكومة العراقية. عبر سكاي من كوبنهاجن الكاتب والباحث السياسي عبد الله سلمان، شكرا جزيلا لكم.